سلام، معكم عبود ماكسينج، وهذا الجزء الثالث من قصة نورا. أتمنى إذا ما شفتوا الجزء الأول والثاني ترجعوا تشوفوهم، بحط لكم الروابط في الوصف. ولا تنسى تسوي لايك وتشترك، خذ لك سناك أو أي شيء تحب تشربه. يلا ندخل في جو القصة. من دخلوا كلهم كانت جدتي معاهم، وعلى دخلتها مسكت يدي وكانت تعصرها بقوة وقالت لي: ايه كذا، لا تتدخلي مني ولا بتكون هذه اخر مرة تشوفيني فيها. كانت تهددني بالقتل. دخلوا عندنا البيت وقعدت اخطط وحدي، لان بنت عمي سحبت علي وما هي راضية تتدخل في الموضوع هذا. فقعدت اخطط واشوف اي طريقة ممكن تدخلني بيت عمي. كلمت عمي وقلت له انه ما في عندنا شاهي، فلو ممكن تعطيني مفتاح بيتكم اروح اجيب شاهي وارجع البيت. قال لي طيب، واعطانا المفتاح، وانا وقتها مرة فرحانة. قررت اني بدخل غرفة جدتي واشوف او اكتشف ايش السالفة كلها. اخذت المفتاح وطلعت وحدي لبيت عمي وفتحت الباب بشويش ودخلت. وصلت لين عند باب غرفة جدتي، فتحت الباب ودخلت. وأول ما دخلت هنا الصدمة، تخيلوا، شفت جدتي وهي نايمة في السرير. مين اللي كانت عندنا أساسا؟ هل هذه جدتي ولا جدتي اللي عندنا؟ فأنا كنت مستغربة كيف جدتي نايمة هنا وجودة عندنا في نفس الوقت في بيتنا. مرة خفت، بس شفت جدتي مرة طبيعية وما كان عليها أي سلوك، بالعكس كانت نايمة وما أدت أي تفاعل. أخذت نفسي ورجعت البيت، وأول ما دخلت البيت شافني عمي وقال لي: وين الشاهي يا بنتي؟ ليش ما جبتي شاهي؟ لا تكوني شفتي غرفة جدتك. وأنا قلت له: ليش؟ وش في غرفة جدتي؟ قال لي: ما عليك، انت ما تدخلي، وانا شاهي. قلت له: خلاص، انا اشتريت من البقالة لاني كنت مستعجلة وحطيتها في المطبخ، لو تبي تشوفها موجود. قال لي: خلاص طيب، هات المفتاح. وعطيتها المفتاح ودخلت البيت، وكانت جدتي كل شوية تشوف فيني وكانها عارفة اني دخلت البيت. ظلت شوية وبعدين شافت لعندي وسوت، وكانها تذكرني بالتهديد اللي سوته عند باب البيت. كان حالتي النفسية كل يوم تسوء، وكنت أحس بضيق ما كنت عارفة وش السالفة. فضولي كان قاتلني، ويا ليتني ما كنت فضولية أساسا. خططت إنه أسوي خطة جديدة، ويلي هي إنه أتقرب من زوجة عمي الكبير وبروح عندهم أقعد يوم أو يومين. حاولت أتقرب منها فترة وفترة، وبالفعل كانت تيجي عندي وأروح عندها، بس ما وصلت لمرحلة إنه أنام عندهم. وبعد حوالي أسبوع أو أسبوعين رحت عندهم وقعدت عندهم لين الليل، وكانت زوجة عمي قاعدة معايا لين جاء عمي من شغله. ففكتني لوحدي وقالت: أي شيء تبغيه سوي لي رسالة وبعطيك عيوني. راحت عند زوجها وكانت قاعدة معاه، وأنا كنت قاعدة لوحدي في غرفة الضيوف. حاولت إني أسهر بقدر المستطاع عشان ما أنام، لأني ما متعودة أسهر. قلت بسهر عشان أكتشف إيش تسوي جدتي. سهرت لين الساعة 2 في الليل، وقتها كان الكل نايم. فتحت باب الغرفة بشويش عشان ما حد يصحى ويحس علي، وطلعت من الغرفة. دخلت الصالة وتوجهت بشويش على غرفة جدتي. قربت يدي من المقبض بشويش وحاولت إني أفتح الباب بشويش عشان ما تحس علي وأشوف من طرفة الباب. قفزت على الباب بسرعة والباب طلع مسكر. وجدتي حست علي وقالت: من عند الباب؟ وأول ما سمعت صوتها أنا هربت وكنت مرعوبة، وهربت لين غرفتي وغلقت الباب وقعدت أبكي جنب الباب. جدتي خرجت من باب غرفتها وبعدين رجعت غرفتها، ما حاولت إنها تسوي شيء. وأنا قعدت أبكي وأبكي وأبكي من الخوف عند باب الغرفة، وكانت غرفتي مسكرة. وقفت شوي لين جاءت صلاة الفجر. صليت الفجر وامتديت على سجادتي بعدها ونمت. جاني جاثوم أو ما أدري إيش، حلم أو رؤية، المهم أنه كانت جدتي في الحلم. وأول ما جات لعندي، تخيلوا، أنا كنت في الغرفة في الحلم، كنت قاعدة ورا الباب وكنت قاعدة أبكي. وأول ما جات جدتي لعند الباب كان معاها سكينة، كانت قاعدة تكسر في الباب وكانت تصيح بصوت مرة مرعب، وكانت تدقدق: افتح الباب افتح، وانا ماني راضيه افتح وقاعده ابكي. بعدين كسرت الباب، تخيلوا، ودخلت يدها وفتحت الباب، وانا ماني قادره اتحرك حتى.
وأول ما شافتني حطت يدها برقبتي وكانت قاعدة تخنقني. والله لا قلت لك، وأنا أوريك ليش كلهم قاعدين يتجنبوني، أنت بتشوفي ليش أنا حاولت أبعدك عني بقدر المستطاع، بس أنت ما تفهمي. كانت هذه نهاية الحلم. صحيت الصباح وأنا مرة مرعوبة، ولساني حتى ماني قادرة أبلع، أحس بعطش وكان لوني مصفر حتى. وشافتني زوجة عمي وقالت لي إيش بك يا بنت، كأنك خايفة أو إيش حصل معاك. سحبتها ودخلتها معايا في الغرفة، بعد ما خلصت أحكي لها السالفة قالت شوفي أنا بكلمك كل شيء، بس أنتي وعديني ما تكلمي عمك ولا تسوي لي أي مشاكل، وعديني إنك بتسمعي كلامي وتبتعدي عنها كليا. وقالت أنا ببدأ وخليك عند وعدك. جدتك من يوم عرفتيها ترى ما هي بشر، أو بالأصح جدتك قبل ما تنولدي حتى، بس كانت جدتك ساحرة وكانت مسوية عقد مع الجن أو اتفاقية إن إذا ماتت يستبدل الجن مكانها بواحد منهم. استبدل الجن مكانها بواحد منهم، كلنا كبار العائلة عارفين بهذا الشيء، ويا كم حصلت معانا مشاكل بسببها، دائما يخوفونا. في يوم من الأيام زوجي ويلي هو عمك الكبير قال أنا مليت من الوضع، وجاب شيخ وكان يعذبهم، ولما يأسنا من الوضع وكان الطرفين كله ضايق من حالة الثاني، اتفقوا أنهم ما يتدخلوا خصوصيات بعضهم وما يخوفونا، وإحنا ما نتدخل فيهم أبدا، بس أنت الظاهر سويتي شيء ضايقهم عشان كذا خوفوك. واتوقع انه لما دخلت المطبخ وشفتيها وتكلمتي معنا عن الموضوع هذا الشيء هو يلي ضايقهم، وبس توعديني الحين بعد ما كلمتك كل شيء انك ما تتدخلي فيها وتبعدي عنها كل البعد، وانا بكلم عمك يكلمها عشان تبعد منك، لان ممكن حتى يسحروك وممكن بالاساس قد سحروك او يقتلوك حتى. يقول نورا انا انصدمت بعد كل يلي سمعته، وبعدها وعدت زوجة عمي بكل شيء وقررت ابتعد كل البعد عن جدتي وما عاد اتدخل باي شيء ما يخصني باي شيء في الحياه. وبالفعل عمي اتفق معاها وقال لها سامحني، وبالفعل سامحوني الحمد لله من يومها ولا صار لي اي شيء. ولو جينا نحسب عمر جدتي يومنا هذا بيكون عمرها ما يقارب 130 سنه، اكبر واحد من اولادها عمره 65 سنه وهذا يلي هو عمي، وهذه مجرد مقارنه بسيطه، وصارت العائله عايشه مع الجن اكثر من 50 سنه حتى. صح صعب ان نتعايش معاهم، بس الاتفاقية اتفاقية، ولو حاولنا مثلا انه نهرب الاتفاقية او نسوي شيء هم بيؤذونا وما بنحصل اي شيء، لو اتفقنا وتوصلنا الحل ينفع الطرفين بيكون افضل لكلنا، وهذا اللي سويناه. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة، ولو تحب اتكلم عن اي موضوع مشابه لهذا او عندك قصة تحب تشاركنا بتلقى حساباتي في الوصف. وبس اتمنى المقطع نال اعجابكم، والسلام، أشوفكم في المقطع الجاي.